مرسي كان بيقول ايه زمان. نطلع للفيديو ونرجع لعقد. يعني علشان ده انا بس حبيت اخد بس بعض المحطات في بعض المواقف اللي انت اثرت بيها بلبلة. احنا عندنا حتى الصوره اللي انا قلت لك عليها وما كناش لحقنا نجيبها بتاعت تغذيه التعصب، الاشاره الى انه ادي جمهور الاهلي هيبقى شكله كده. صاحبك اللي بلطم على خده ده، فين الصوره يا جماعه نشوفها؟ بالاضافه الى اهو، يعني ده الاهلي اتهزم. بس انا ما قلتش الاهلي، يعني ما قلتش الاهلي بيعمل كده. انا قلت جماهير الاهلي، ما قلتش جماهير، لا انا قلت هم حالهم بقى كده، حالهم بقى كده. بس ما سميتش اسماء، ممكن اقول الحقيقه قصدي على اي حاجه تانية. يعني يوم اتهزم فيه الاهلي وده حالهم بقى كده. ما هو الجانب الاخر في ناس بتعمل كده، يعني في ناس في النادي الاهلي اكيد بتعمل كده بس بدون ذكر اسماء يعني. طيب وبتاع ال ال الفلفل، قرن الفلفل ده يعني اللي انت قعدت عملت له خطه؟ لا والله ولا خطه ولا حاجه، هي يعني كانت جت كده. انا واينو بقى صاحبي اينو اللي بشعره طويل اللي هو اسمه محمد حسنين واحمد وعبد الله. ولو انتوا بايه بقى؟ انا شبه استاذ وائل. لا جبنا تفاصيل فكاهيه، هم اللي عملوا مش انا. هم جابوا حاجه كده من البنات بتحطها على الضفر دي، و المناكير الاحمر ده هم قعدوا يلونوه بقى، وبتاع اينو وعبد الله وتوتو قعدوا يلونوه كده ولحد ما طلع الشكل ده. وبيبدا جابوا ناس بتصور بقى، وانا رحت جاي انا اللي واخد السكس في الاخر. طب مش كل ده اهدار لوقت وتفكير انا عندي تمرين ساعتين، بعد الساعتين ما قاعد بقى اكلم الحاجه، اكلم اخويا، اكلم اخواتي، اطمن عليهم كده. فما فيش مانع انك انت تعمل بعض المداعبات يعني، بس حاجات عاديه يعني، بس الناس هي اللي بتكبر. كابتن باسم مرسي اللي في لحظه تتويج الزمالك بالدوري كان بيفكر بالعقليه دي. كابتن باسم مرسي بعد ما كان بيعتقد في نفسه ان هو مهاجم مصر الاول، فضل فترة يبحث عن نادي بعد تجارب فاشلة، إلى أن انتقل حاليا في تجربة جديدة. ولكن كابتن ماسم مرسي لما كان بيبرر فكرة استفزاز الجمهور وهو لاعب أو مشاهد زي اللي كان بيعملها دي، كان بيرى جملة سهلة جدا لما سأل وائل الإبراشي سؤال منطقي، ولما أنت بتجيب وقت لكل ده بتركز في الكرة إمتى؟ قال له لا أنا عندي تمرين ساعتين. كابتن باسم مرسي اللي في الوقت ده قال مين يعيش ويشوف النادي الاهلي بطل الدوري تاني، وبعدها اربع مواسم متتاليه النادي الاهلي بيحصد اللقب فيهم كابتن باسم مرسي غاب كتير جدا، وان شاء الله يكون الموسم الخامس. فعايزين نتكلم في حاجه مهمه، ما بنستعرضش ده لمجرد ان احنا بنفتش في دفاتر باسم مرسي، بالعكس تخيلوا احنا بنستعرض ده عشان نشيد بباسم مرسي وندي رساله لناس كتير جدا، نشيد اشاده مبدئيه لو فعلا كان صادق كابتن باسم مرسي في الكلام اللي قاله في الفيديو اللي هنعرضه دلوقتي. نشوف كابتن باسم مرسي قال ايه. انا عليا اشتغل وعليا اتعب وعليا ابذل اقصى جهد، عليا اجيب اجوان وعليا اساعد فرقتي، كل ده يعني ده اللي عليا ولا يعني فاهم. بعد كده الاختيارات والحاجات دي ترجع للجهاز الفني. لكن مش مهاجمين في مصر يا باسم ولا في مهاجمين؟ لا في طبعا انا ما بحبش حد يقول لك ما فيش مهاجمين في مصر، بس يعني الناس ممكن ما تكونش الفتره اللي فاتت برده موفقه شويه في الـ في الـ في المكان ده بالذات، بس المكان ده فيه لعيبه كويسه، المكان ده مهم جدا لمنتخب مصر. اتمنى 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 طبعا لازم اموت نفسي الماتش الجاي والسنه دي كلها، لازم اعمل موسم كويس وان شاء الله ارجع منتخب مصر واثبت للناس ان انا استحق ان انا العب منتخب مصر تاني. والله مصطفى محمد يعني عارف انا مش كبير قوي، انا 27 سنه يعني، هو صغير كان بيقعد معايا في الاوضه. مصطفى دايما كنت بنصحه بقول له انت تبقى لعيب كويس، هو لعيب كويس جدا ويكمل على كده، ولازم يتعب قوي ويشتغل على نفسه قوي، واهم حاجه يسد ودنه بقى خلاص، يعني يتعلم بقى من اللي حصل لنا، اللي هو ما يسمعش لاي حد ولا يسمع لاي حاجه ولا يهتم باي انتقادات ولا يركز مع الناس، كل الحاجات دي بتاخد ما بتديش. وجهه نظر مصطفى يعني الحمد لله الواحد بقى دلوقتي بقيت يعني كبرت شويه، 27 سنه بقيت يعني عندي الحمد لله بفضل الله نوع من الخبره. فانا بنصح مصطفى اللي هو ما يركزش مع الناس ويكمل زي ما هو، واتمنى له التوفيق واتمنى لنفسي التوفيق ان شاء الله. خدوها قاعده بشريه، مفيش حاجة بتعلم الإنسان أكتر من التجربة.
اي كلام مرسل ما بيعلمش الانسان. عشان كده نتمنى التجربة اللي مر بيها باسم مرسي تكون علمته. ورسالة تانية مهمة جدا لجمهور نادي الزمالك، زعل مننا البعض في حديثنا عن كابتن مصطفى محمد وفهمونا غلط، ولكن احنا كنا كلامنا ليه هو اكتر كلام لو عمل بيه اللاعب هيحافظ عليه. كلامكو اللي كان مع باسم مرسي هو كان الدافع الاول لان اللاعب يخسر كتير جدا في مسيرته. اللاعب النهارده اللي كان بيتحدث بعقليه انا عندي ساعتين بس كفايه عليا كلاعب كره قدم، هو النهارده اللي بيقول لازم اموت نفسي في التدريب وفي الملعب. التعلم مش ببلاش، بالعكس ده بكتير جدا، بس احيانا بيكون الجمهور لازم يتعلم زي ما اللاعب محتاج يتعلم. هو كان بيتقال على باسم الحسن، ودايما كنت بدخل مع نقاشات مع زملكاويه كتير، فكنت دايما بقول لهم الفكره فكره الاستمراريه. كان دايما بيضربوا مثل بعدد اهداف مهاجمين في النادي الاهلي زي مثلا الكابتن عماد متعب او الكابتن احمد بلال، ويقولوا ده باسم مرسي في موسمين جاب نص الاهداف دي. قلت كلموني عن باسم مرسي بعد 5 سنين. نفس الكلام بالظبط، كلام عن كوارشي كافضل محترف في الثمانينات، قعد سنتين مع نادي الزمالك سجل 18 هدف، وليد ازارو جابهم في موسم واحد، فبرضه قلنا نصبر على وليد ازارو مع الاستمراريه، والحمد لله وليد ازارو مكمل. البعض اتهم الكابتن احمد بلال واتهمنا هنا باثاره الفتن او اننا بنتكلم عن كابتن مصطفى محمد بشكل مش كويس، لا الموضوع كله كان فني. وفي النهايه حتى الكابتن حسام البدري صرح امبارح لما اتسال عن انه مهاجم مصر الاول، قال لسه قدامه، هو هيكون معايا في المنتخب ولكن في حاجات كتير عايزه تتطور، وده اللي الطبيعي جدا جماهير نادي الزمالك اصلا تكون حريصه انها تدعم ده في اللاعب اللي عندها، والطالب من اللاعب المزيد والطالب من اللاعب الاستمراريه، مش عقلية ساعتين تدريب وبس. هي دي العقلية اللي ممكن توصل اللاعب ان هو يكتفي ببطولة في العمر حتى لو كانت بمساعدات خارجية. ده كان موضوع مهم جدا باسم مرسي. وندخل على موضوع اهم تم تناوله على السوشيال ميديا بعد